انت اللي كلام غيه وحي الله صو صار ووحن من الله هاي أنا مكان تبلا هذا مكان تاعي كهالي مو إذا كونه هاي علمي أكو جديد موقف كبنت لنا هران وعديني دستور كده كل جانته هاي أذيع شخصيا ضدك وحافظ هالشيء والشدن لحدا كاس سنة حركة هاي وحاجري فلسوني درو أما فهم درو حبك دولد الصومالية لو غيبنا يا أبوه هذا أما أبوه الدولد سيدا لو قدق معي شعبك إن لو الله الله ميام لما أستجد دنتي سوى ذا كليس دنتي سوى الله قلت الله وحي كده جيسا وحكستا وأيسا تلقليو بوحدة اللي قلت أنت الصومالية وهشيس مضل أهو وين أنا وقاري لما ربوا إنه دنتي سي دنت الشعب كأنه سكدر لما ربوا هذه الدنت هذا هذي كودي دي أما أتكحنا أغذي أما واحد تدان أوذن خبيني ناتشر وهذا قانون جه هذا الدولة اللي حيلها دحين رنتي وضدي ويكل لي حتى بنت اللي أنا ويا عدى يسمى موقف كذا يدو راعي الدستور كذا يكن دولة الفدرال كذا إن السجارة ودق ما يسوا أنت اللي جاه اللي يدو ميرقب يوحش يسلوه ضدك بين هوشين هأرن ولا ينعبي بلايا بعيس ضل كي بالدمينة يعني مشاكل بلايا ما ضدك صومالين وحرنا يعني ده فران نظام كأو قيب سجا ومهم بقوي هاي بشو كستو أمير دجا بين على ودك سجا تنتي سوت يا طلع يقول لي هاي يا ريه بلاي وانا ريه بالمرحبا واحد ضن وكله ملاه تنتي سكلي وربع مركب ضد كان ولي ضل وصل دم جري صدح شيء على قلهم يا أو ضد خصوم على ذا يقول لهم ودنين أحيا وطني أنا ودنيا أنا ودنيا أنا جبت هبل بالين ودني أنا بقى ودنيا أنت كله ودنين ما هذلك ما حبكم فريان ضد كوا على قلهم يا هرينا وصل دني حد أنا قارب أقول لهم يا ضدك ضد كان خصوم على ذا يسكت فريان ولا ملها أقول نقول هاي واي وأنت اللي جعلنا هاي تدو حنا هاي أو عاطفينا أو إيموشنالا مركب وحنو بحنا هاي إنا بيون قف قف وشجعين على آخرنا الحظ أحيا وضني ما كنبع بس الضني يرو أسق له مو أيو صار بيتبا كوي ما نايا كوسو جا جاب سريا جد قرح بدو كوسو سبي سريا قميص كوسو حلا الله أكبر قلي هاي ولكو جورعة الله أكبر ثم كنبع مس there is something else or cause jira when is with this makadaba muslim serious me mise dan bulay o garu le aska hubinno olay re hebel bay du leste walay ku soo duulaya walay ka caya ya tolayna marabo tolna uma socdo kursigiisa dantiisa shakhsigiisa ilmihiisa feerkiisu raba wax kale u socdo malaha dadkii marka tolka ahaa ee shacabka ahaa ee Soomaaliyeed wuu dhuminayaa waxaan rabnaa marka dadku inay san dhaahir iyo qaylada inay san ku dhumin laakiin inay dib soo noqdaan oo shacabka isku xoreeyaan oo diinta waa la ka cafinaa oo dadaal badan lagu bixiyay oo iimaaneysaa ee wax laga faa'iideysto wuu constitution kan aynaan kana marmeynin soddon sano ayna dhex yaalla aynaan lahayn oo ila 12 sano 10 sano ka badan hadda waxa way review ku socdo oo adduunku ina la yaabin yahayna aan iska dhameyno ku ceebowne aan dhameysano midnimadeena aan ilaashanno dalkeena aan ilaashanno aan hor socono shaqeyn annaga waxa naga go'an in horay loo socdo.